والآن عندنا فقرة أحل، صفحة 119، صفحة 119. السؤال الثالث، أحوط التقدير الأنسب للكتلة. هسه مثل ما تلاحظون عندنا الصور، عندنا التقدير، يعني كل صورة منطي قياسين، قياس بالعشرات وقياس بالمئات. هسه الصورة الأولى عندي ملعقة، هاي الملعقة هل وزنها 40 غرام أم 400 غرام؟ طبعا وزنها 40 غرام، لأن وزنها أقل من 400 غرام. إذا راح نحوط 40، راح نحوط الرقم 40 غرام وزن الملعقة. هسه هنا أيضا عندي الصورة الثانية، هنا بيضة موجودة، هل وزنها 50 غرام أم 5 غرامات؟ طبعا وزنها مو 5، لأن هي أكبر من 5، إذا 50 غرام. حوط الرقم 50 غرام. هنا عندي هذا الخاتم أيضا، هل وزنه 6 غرامات أم 600؟ هذا الخاتم هل سواء كان فضة أم ذهب؟ طبعا القياس بالغرام، إذا وزنه 6 غرامات. عندنا القلم أيضا، هل وزنه 400 غرام أم 20 غرام؟ القلم وزنه خفيف، إذا 20 غرام. تحوطون 20 غرام، القلم يعني وزنه خفيف 20 غرام. هسه نيجي على البرتقالة، الوزن البرتقالة هل هو 130 غرام أم 800 غرام؟ طبعا وزنها أقل، يعني ما تصل لي 800، وزنها 130 غرام. تحوطون 130. هسه هنا عندي هاي الكاسة، هذا الجلاس، هل وزنه 900 غرام أم 100؟ إذا هو خفيف ما يصل ل 900، إذا 100 غرام. تحوطون الرقم 100.